السلام عليكم. لا خوف لأمة أو دولة أو شعب طالما أنه ما زالوا يبنوا مساجد، ما زالوا يبنوا بيوت الله. من المنطلق هذا نشوف أنه مسجد في الأغواط يعني واحد من أكبر المساجد في الجزائر، يعني مدة إنجازه إلى حد اليوم يعني أكثر من 14 سنة، ما زال الأشغال به، ويعتبر يعني من ناحية العمرانية تحفة بأتم معنى الكلمة في هذا الميدان. ونشوف يعني الأشغال في أدق التفاصيل، كل شيء يعني يعبر عن تعلق الشعب الجزائري، خاصة مدينة الأغواط، الشعب الأغواطي بتعلقهم بالمساجد وبالصلاة. إذن الحمد لله، ما دام أننا ما زلنا نبني المساجد فلا خوف علينا. لطالما رأينا دول مجاورة وغير مجاورة يهدمون مساجدهم، كاين سمعت، لكن لم أسمع في حياتي أنه تم تهديم مسجد في الجزائر. وهذا أفتخر بكوننا شعب معلق قلوبهم بالمساجد. إذن هذا هو، مبروك على الناس الغواط بهذا المشروع الرائد والعالمي، لأنه الجامع أو المسجد يعتبر ومدرسة، وهو كذلك مستشفى الأمراض النفسية، وهو مكان للالتقاء بين الأفراد، يعني المجتمع يتلاقون فيه كل يوم. فإذا هنيئا بهذا الإنجاز، اللي إن شاء الله على المسجد القطب هذا، اللي إن شاء الله هذه المساجد تعم كل ولاية الوطن. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.